ناتي الى استراتيجيات علاج صعوبات التعلم. هناك طبعا العديد من الاستراتيجيات، بس ولكن اخذنا افضل 9 استراتيجيات. اول شيء هي الانتقال من المحسوس الى المجرد، تعليم المفردات الحسابيه، تعليم القواعد، تدريب الطلب على تعميم المهارات المتعلمه، توفير فرص كافيه للطالب للممارسه والمراجعه، تطوير مهاره حل المشكلات، متابعه التقدم وتقديم التغذيه الراجعه، التدريس المباشر والالعاب الرياضيه. طيب الانتقال من المحسوس الى المجرد، كيف يعني ننتقل من المحسوس الى المجرد؟ اعتقد يعني ما في مدرس او اخصائي او معلم الا بيعرف بهذه الاستراتيجيه، اللي هي انه انا ببلش مع الطالب باشياء محسوسه. يعني مثلا على سبيل المثال اليوم بدي اعلم الطالب العد، بجيب له تفاحتين، فاذا هاي بتكون اشياء حقيقيه محسوسه لما بجيب له تفاحتين. بعدين شبه حقيقيه اني ارسم له تفاحتين على ورقه وبعدين احط له رقم 2، فهيك انتقلنا من المحسوس الى شبه المحسوس الى المجرد. طيب الاستراتيجية الثانية، تعليم المفردات الحسابية. شو يعني المفردات الحسابية؟ يعني جمع طرح ضرب قسمة. هذه مهمة جدا، يعني في بعض المعلمين وبعض الأخصائيين بتغيب عن باله. الطالب قبل ما نعلمه الجمع يجب أن يعرف مفهوم الجمع، يجب أن يعرف ما هو مفهوم الطرح، شو يعني قسمة، شو يعني ضرب، شو يعني ناتج، شو يعني باقي. فإذا لازم يعني مثل لما بنقول لما نعلم الطلاب الأحرف الهجائية، في إشي اسمه اسم الحرف وإشي اسمه صوت الحرف. فإذا إحنا نعلم الطالب أول إشي على اسم الحرف وبعدين صوت الحرف. مثلا على سبيل المثال حرف الباء، إن هو اسمه باء بس ولكن صوته ب، أو حرف الباء ساكن، لأنه لما بدي يقرأه في كلمة معينة يا يقرأه متحرك أو يقرأه ساكن. ما بيقول مثلا لما نكتب للطالب كلمة باب ما نقول له باء ألف باء، لا بنقول له اب وآ باء واب باب. فاذا نعلم مثل ما علمنا في الحرف الهجائيه انه اسم الحرف وصوت الحرف، نعلم الطلاب كذلك في الحساب انه شو معنى القسمه، شو معنى الجمع، شو معنى الناتج. فبالتالي هاي يجب انه المفردات الحسابيه يتعلمها حتى يتقن المهارات اللاحقه. تعليم القواعد، هناك دائما في قواعد في الرياضيات هي يعني بتريح الطالب ويستفيد منها بشكل كبير. مثل انه مثلا انه بنقول لهم انه اي شيء بنضربه بصفر هو صفر، فبالتالي هي خلاص قاعده، اي شيء او اي عدد نضربه بواحد هو العدد نفسه. ونفس وكمان بنعلمه انه 8 ناقص 2 يساوي 6، و6 زائد 2 يساوي 8، وانه 8 ضرب 5 هي نفسها 5 ضرب 8. فاذا هاي القواعد مهمه جدا انه الطالب اللي عنده عسر حساب يتعلمها على اساس انها تكون عنده مفتاح كامل. يعني بمعنى لما بيجي له مسائل حسابيه كثيره خلاص مثلا 70 ضرب 1 بيقول لك اه الاستاذ او الاخصائي او المعلم علمني انه اي شيء يضرب في 1 هو العدد نفسه. فاذا هاي من مهمه جدا او دائما تكرارها للطالب تكون له نتائج ايجابيه كثيره. في عندنا استراتيجيه تدريب الطلب على تعميم المهارات المتعلمه. شو يعني تعميم؟ يعني بدي انقل اثر التعليم على بيئه خارجيه. يعني ليش؟ على اساس انه بتصير في عمليه تثبيت لعمليه التعلم عند الطالب. طيب هاي تدريب الطالب على التعميم تتم من خلال استثارة الدافعية للتعلم. يعني أنا بدي الطالب أزيد دافعيته نحو التعلم. وثاني إشي إنه المعلم يجب إنه بيزود الطلاب بأمثلة كافية وخبرات متنوعة. يعني بمعنى إنه مش فقط درس واحد أو مثال واحد عن عملية الجمع، لا أكثر من أمثلة، أكثر من مهارة، أكثر من حل. خلي الطالب مثلا بيحل على أوراق، على دفتر وعلى سبورة، فبالتالي هاي كلياتها بتزيد من عملية تزويده بالتعلم. كمان بنساعده على إتقان المهارة. يعني بمعنى أنه إحنا ما بنترك الطفل إلا لما بيكون أتقن عملية الجمع أو أتقن المشكلة الحسابية اللي موجودة أمامه. يعني بنضلنا معها من خطوات من البدايه حتى الناتج النهائي. ونفس الشيء انه كل خطوه بيخطوها يجب ان نعزز الاستجابه الصحيحه. نعزز الاستجابه الصحيحه على اساس انها تكون عنده دافع
ورغبة في تكملة العمليات الحسابية. كذلك ربط المهارة بمشكلات الحياة اليومية. يعني بمعنى أنا علمت الطالب اليوم على سبيل المثال على أعداد إنه بيقرأ من منزلتين، اقرأ 27 و28 و29، بس أنا حاليا لما أكتب له 36 يجب أن يقرأها 36، 37 يجب أن يقرأها 37، أنا كيف بدي أو أعمل على إنه الطالب تثبت عنده هاي المعلومة؟ بأشياء محيطة. حاليا في صار يعني بأي مكان جهاز قياس الحرارة. فبالبيت حتى بالبيت الأم أو ولي الأمر بإمكانه إنه يدرب الطفل على هذا الموضوع، بيجيب الجهاز اللي بيقيس الحرارة اللي هو الإلكتروني بتطلع رقم، بيقول له قيس حرارة مثلا أخوك، يلا كم درجة الحرارة هذه موجودة اللي طلعت على الشاشة؟ فنفس الشيء أي شيء ممكن يتعلمه ممكن إنك أنت تدمجه في مهارات الحياة اليومية. وثاني شيء ممكن إنه حتى ما بين العلوم نفسها، يعني ما بين المواد نفسها، أنت بتدرس علوم، في درس في العلوم مثلا كان هناك يعني درس عن الحيوانات، عن الحيوانات مثلا الأليفة أو الثدييات، فممكن موجود مثلا 7 حيوانات، فأنت بتحكي له كم من حيوان موجود بالصفحة أو بالدرس. فإذا أنت بدك تصير عملية دمج ما بين الحساب وما بين باقي المواد الأخرى. كذلك توفير فرص كافية لتأدية المهارات أداء مستقلا، يعني بمعنى أنا لما أعلم مهارة أنا لازم أعطيه فرصة على أساس أنه يتدرب على هاي المهارة وتثبت عنده هاي المهارة على أساس أنه في المستقبل بيأدي هاي المهارة بشكل فردي ومستقل. أعمم المعلومة، صدقتي أستاذة. كمان توفير فرص كافية للطالب بالممارسة والمراجعة. شوف طالب صعوبات التعلم، قلت لكم طالب يختلف عن بقية أقرانه بطرق التدريس باستراتيجيات التدريس وطرق التدريس. فإذا ما نتخذ منحى إنه المعلم العادي لما بيشرح خلاص بيشرح الدرس وثاني يوم شو بيعمل؟ ينتقل إلى درس آخر. طالب صعوبات التعلم لا، طالب صعوبات التعلم بدي أنا أنوع الأساليب والمواد المستخدمة والاستراتيجيات حتى تثبت هذه المعلومة. وبإمكاني كمان أستخدم الأجهزة التقنية والتكنولوجيا في عملية تعليمه. فإذا أنا ممكن أستخدم عدة وسائل حتى تثبت هذه المعلومة عند الطالب، ودائما في عملية المراجعة بشكل مستمر على أساس أنه الطالب ما بينسى. ودائما يعني حاب أركز على نقطة اللي قبل شوي شرحنا لها، أنه لما أعرف شو مشكلة الطالب أعرف شو سبب المشكلة. إذا كان سبب المشكلة بالذاكرة، سبب المشكلة التمييز بين الشكل والخلفية، لغة تعبيرية، لغة استقبالية، ذاكرة طويلة المدى، ذاكرة قصيرة المدى، فأنا لازم أركز على هذه العمليات وأعمل وأجيب برامج، أوفر برامج تدريبية على أساس أنها تنمي هاي المهارة، فبالتالي يسهل علي معالجة المشاكل الحسابية عند الطالب. في عندي استراتيجية هي تطوير مهارة حل المشكلات، طبعا تتم من خلال مساعدة الطالب على التفكير بمواقف مشابهة للمشكلة الحالية واستخدام أوجه الشبه بين طريق عن طريق تطبيق المفاهيم والمهارات في كلا الموقفين. فإذا أنا المشكلة طبعا المشكلات هي مشكلات، احنا قصدنا بالمشكلات الحسابية وليس المشكلات اللي احنا يعني مخدينا، احنا قصدنا فيها المشكلة الحسابية، يعني المشكلة الحسابية سؤال استفسار. فإذا أي سؤال احنا دائما بنسميه مشكلة حسابية. فإذا كان عند الطالب مشكلة حسابية أي استفسار، فإذا أنا إذا في مواقف مشابهة بعمل على أساس إنه بدي أشوف الطالب هل إنه استفاد من المهارة اللي أعطيته إياها وراح عالج بموقف مشابه نفس الاستراتيجية أو نفس الخطوات اللي أعطيته إياها ولا لا. إذا كان فإذا أنت تمشي في الطريق السليم، إذا كان لا فإذا أنت بحاجة إلى تغيير الاستراتيجية وتغيير الطريقة مع الطالب. طبعا هناك في متابعة التقدم وتقديم التغذية الراجعة، هذا إشي أساسي لأنه التغذية الراجعة الفورية والتصحيحية تساعدان من مستوى الدقة عند الطالب. فإذا طالب صعوبات الحساب بشكل خاص بحاجة إلى مراجعة مستمرة، والتقدم اللي هو أنا بدي أشوف مستوى تقدمه بكل خطوة بكل مهارة على أساس إني أشوف وين الطالب صار في عنده مشكلة معينة. يعني مثلا على سبيل المثال في مسائل حسابية بتحتاج إلى عدة خطوات،
انا بدي اشوف وين الطالب باي خطوه من هذه الخطوات واجه مشكله فيها، على اساس اني انا اقدر اساعده. ولما بيروح على مساله ثانيه مشابهه يجتاز هاي الصعوبه. طبعا في عندي استراتيجيه للتدريس المباشر. التدريس المباشر بيقول لك انه انا بقدر، يجب ان تكون هناك اهداف اجرائيه، تحديد المهارات الفرعيه وتحديد المهارات السابقه، اللي هي الخطه. لازم يكون عند الطالب خطه تربويه فرديه وخطه تعليميه فرديه. خطه تربويه فرديه بنبدا الاهداف العامه، الخطه التعليميه الفرديه هي الاهداف اللي قابله للقياس. فاذا انا بدي يكون في اهداف، عندي اهداف قابله للقياس، اهداف اجرائيه بحطها للطالب، وضعها للطالب من بدايه السنه الدراسيه، حتى اني بشوف، يعني بمعنى اني بدي اكون صوره كامله او خط مسير كامل عند الطالب خلال هذه السنه. انا كيف راح اشتغل معاه، شو الاهداف اللي راح اطبقها مع هذا الطالب، كذلك انه شو الاستراتيجيات، طرق التدريس المستخدمه. طبعا مثل ما بتعرفوا انه هاي المهمه بيقوم فيها اخصائي صعوبات التعلم، لانه بيبني طبعا الاهداف، بيبني على نقاط الضعف اللي موجوده عند الطالب اللي هي نقاط الاحتياج. في عندي اخر استراتيجيه للالعاب الرياضيه. طبعا هذه عباره عن انشطه يقوم بها مين؟ هم الطلاب مع بعض. ليش يقوم فيها الطلاب مع بعض؟ طبعا هي بيكون نشاط ترفيهي وتعليمي هادف بنفس الوقت. بعطيكم اياها كمثال. ADHD اللي هو اضطراب تشتت الانتباه، فرط الحركه وتشتت الانتباه، صاروا بيحكوا عنه، يعني في دراسات بتحكي عنه الطالب ذو الذكاء الحركي. صارت استراتيجياته بتختلف. يعني بمعنى بيقول لك انه هذول اطفاء اذكياء حركيين، فانا ليش ما بستغل الحركه اللي موجوده عند الطالب اللي عنده ADHD واستغلها في عمليه التعلم؟ بمعنى عندك داخل الصف طالب عنده ADHD، فكيف استغل الحركه اللي موجوده عنده؟ وانا بدي اعلمه مثلا على سبيل المثال الاعداد الفرديه. فانا داخل غرفه الصف بجيب له عباره عن مجموعه من الاوراق، الله اكبر ولا اله الا الله، بجيب له مجموعه من الاوراق بكتب فيها 1 و2 و3 الى عدد 10، بحط كل ورقه بمكان معين، يعني ورقه عند الطاوله، ورقه عند الكرسي، ورقه عند الباب، فاحكي له يلا يا حبيبي روح جيب لي الاعداد الفرديه، فهو شو هو؟ يفكر انها بلعبه، حاليا قاعد يلعب انه ينتقل من مكان لمكان، هو حاليا انت قاعد تستغل الحركه اللي موجوده فيه في 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 مهاره تعليميه. نفس الشيء اللي عنده عسر حساب، فاذا ممكن تستغل النشاط رياضي موجود عنده وتستغله في مهمه معينه، مهمه ممكن على سبيل المثال مثل ما حكيت لكم اياها الاعداد الفرديه، عمليه الجمع. يعني مثلا على سبيل المثال تكون في عندك مجموعه من الطلاب ذوي صعوبات التعلم، وتحط مساله على اللوح مثلا 4+2 يساوي، وانت حاط مجموعه من الاعداد المجموع مثلا 6 8 10 وحاطه داخل الفصل، فاقول لهم يلا مين، يلا انتم كونوا مجموعه شوفوا لي شو الحل، وروحوا طلعوا لي وين هي الورقه، او جيبوا لي الورقه اللي مكتوب عليها الرقم الحل الصحيح.